نمشيو عند أمينة مراكش. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير لأمينة، صباح الخير لفودة، وصباح الخير مستمعينا الكرام. صباح النور، تفضلي. عرفت الوقت ما بقاش. أنا نعم. أنا عطيك جوج شيوة تختاري منهم تا ولا شخصة في الدار ما كانش مكونات بزاف ولا وقت. يلا. عندنا محنطة بالفول والعدس. أيه. وعندنا روز بالدجاج والخضرة والكاري، اختاري اللي يعجبك. أنا نختار أنا الدجاج بالكاري. يلا. عندك اختيار ثالث أمينة؟ نعم. عندك شي اختيار ثالث؟ كاين مسمن مرق رائع، ناخذ الروز بعدا رائع جدا. يلا ناخذ الروز بعدا تفضلي. يلا نبداو باذن الله. كناخذ واحد الكوكوت. نعم. كنديروا فيها بصله كبيره تكون مشلدر قيوقه. وكنديروا معها الزيت، كنديروا كاس ميلونج ما بين زيت العود والزيت العاديه. كنديروا فيها كمية الدجاج اللي كتناسبنا، وهاد الروز بالاخص يبغي الخضار. اييه. ولا عندك اللي عندك المهم ديريه، ولا كانوا الخضار احسن. نديرو حنا كمية الدجاج، كنديرو ملح وكنردو يتقلى. ملح ويتقلى. حتى يتقلى مزيان، كنكونو مقطعين جوج خيزويات مكعبات صغيورة. كنرميهم تاهما يتقلاو معاهم، كنضيفو جوج القرعات. تاهما مقطعين، كنرميهم يتشحرو، كنديرو زلافة صغيورة تاع الجلبانة، واخا جميلة ما عزاش على الجلبانة. شكون قالها ليك؟ فراسي قلت لي الجلبانة أنا ما كتعجبكش. لا هي إلا جيتي تشوفي عليها ما كيعجبنيش بزاف ديال الخضر. ولكن كنحاول. جهزت عليك الشوكولاتة، شوكولاتة. شوكولاتة كاملة. يعني المملحات بزاف، إي ولكن الخضرة خاصنا ناكلوها صراحة. ديال الجلبانة. نديرو ثلاثة صغيرة تاع الجلبانة. إي. هذه مسلوقة ولا عادي؟ مسلوقة؟ ولا لا كلشي كنرميه في الكوكو بغيت نشحر. هذا الروز فعلا سريع، هو من بداية الشحر ديالو التياب ديالو كياخذ ساعة وربع. اييه. دونك باش نعاود معاك أمينة باش ما نتلفوش المقادير والطريقة. دونك في كوكوت كنعملوا بصلة مشلضة، كاس مخلط ما بين زيت البلدية والعادية، كمية من الدجاج، كنقليو الكل مع شوية ديال الملحة، كنضيفوا جوج الخيزوات مكعبات، جوج القرعات مكعبات، ثلاثة ديال الجلبانة، وشنو آخر؟ كنضيفوا جوج الفلفلات خضرين كبار مقطعين تاهما مربعات. اللي كيعجبو الحار يدير راس الفلفل الاحمر حار تما مقطع رقيق. كنشحرو الكل جيدا. كنضيفو عليهم نص كيلو تاع الروز اللي كتكون الحبه ديالو طويله. حتى هو كيتشحر تيكون موطن مغاسلينو مسقطرينو، كنرمي تا هو تيتشحر معاهم مزيان. في هاد الاثناء كنديرو التوابل، كنديرو شويه الازار. بلاتي كنضيفو عليهم نص كيلو ديال الروز الحبه ديالو طويله هذاك الصفر. ياك ولا عنده الرز بلا ما نقولوا الاشهار يديرو. نعم. ياخذ النوعيه الجيده واللي ما كتلصقش شي. اللي كيرتاح فيها. واه اها كنديرو تاو اللي كنديرو شويه الازار. ياك. كنديرو شويه سكنجبير. شويه الزعفران. ايه. معلقه صغيره تاع الكاري. كنديرو واحد جوج نجيمات تاع اليانسون. باديانا وليانسون. كنشحروهم. نعم. كنمرقو هنا اختياري، ما عندناش مرق الدجاج، كنجرو الماء وكنرويو به عادي. تقريبا كنعبرو الروز ديالنا، كنديرو ثلاثة الكمية ديالو ما. كنسدو عليه حتى تطفر الكوكو، تنقصو لواحد 15 دقيقة وهي كيطيب على المهل. دونك هنايا كنضعفو دائما الكمية، شحال تقريبا ديال الماء درتي هنايا أولا مرق الدجاج؟ ثلاثة الكيسة. سميتو مثلا درت جوج زليف تاع الروز، لأن الرابعة كتهزها زلافة. كندير ستة تاع العلمة أو مرق الدجاج اللي عندك. دونك أنا درت هنا ثلاثة الكيسان، خاصنا نديرو ستة؟ لا نديرو ستة، والكمية تاع الرز تيكون الكمية ديالها مضاعفة ثلاثة المرات. دونك ستة الكيسان تقريبا. أما سيري صبير راه عارفين تبارك الله على المغربية بحال هكاك. نعم. كنسدو عليها من بعد ما كتصفر كنحسبو لها ربع ساعة على نار مهيلة. ما كنحلو عليها ما والو، كنطفيو كنخليوها ربع ساعة أخرى. كنلقاوه واجد كل حبة بوحدة، الخضرة ما معجنة، حتى حاجة ما معجنة. نعم. وداك الكاري كيعطيها داك اللون داك الصفر الزوين. كيعطي داك الصفر رائع جدا حتى المذاق. نعم. صافي وكتحطيها بحال هكاك كتقدميها؟ صافي كنقدمها، أنا صراحة قدمت عندي قصيرية صغيرة. حطيتو فيها وزوقت الطريفة تاع الدجاج والصحة والراحة. من بعد الله يعطيك الصحة. أكيد غنحط لك الصورة. الله يعطيك الصحة لأمينة من مراكش. وصفة اللي كيف قلتي أنا كيف غنديرها للإنسان. عندك الوقت ولا لا؟